اثنين ثلاثة يلا. يسوي الايس كريم هو عبيد. لحظه عبودي حبيبي لحظه ويت ويه يلا الحين بحط عبودي عينك ها اخترت فيمتو الفيمتو بعد حط شويه ايوه خلاص خلاص يلا الحين بيبدا عبودي يصنع لنا الايس كريم. يلا كيف نسوي؟ لا اول شيء بتوزع كل محل بتوزع كامل في كل مكان ايوه وسع وسع قبل ما يتجمد ايوه 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 لما يتجمد أيوة. ما تقدر تسوي اي شيء اسوي بسرعه 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 ايوه انت بيجهز عشان يذوق ويقول جميل الحين اسوي ابداع ابداع عبودي يلا سوي قرب يتجمد. عبودي مستعجل على هذه الفقره سوري ترى بزينها بهذا وهذا والشوكولا. طبعا هنا عندنا الاشياء اللي عندنا هنا اشياء قلنا نزين فيها الايس كريم. ما سيف متحمس؟ هنا 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 دانا متحمسه؟ ايه متحمسه. اتجمد كذا الوي هذه وسويها كذا. بسويها احنا غيرنا الايس كريم لايس كريم فانيليا لان الفيمتو علق فالحين عبودي يرويكم كيف قصدي مانجو الحين عبودي يرويكم كيف يسوي الرول. او 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 جاهز جاهز صح اي شوف كيف جاهز عبيد صح ها عبودي كذا مضبوط يلا ايه بس يلا عطوا عطوا الكوب عطوا الكوب عطوا سيف مستعجل سيف هذا لازم نحتاج واحده ثانيه عشان ننزله كذا يلا يلا نزلت نزلت يلا بعد يعني احنا سوينا اللي نقدر عليه صح يا جماعه صح, صح. بعدين ما جوز ايس كريم عصير شوكولاته ايوه بعدين دوري اي بعدين بعدين دوري بعدين دوري شوفوا كذا الفن يلا تفضلي شكرا ايش تقييمك يا عبود ايش تقييمك والله 10 من 10 تعال اعطي اعطيني بسكوت بسكوت ليش شو بتسوي في البسكوت بزينه لا ما يصير تزين عصير مانجا بسكوت يا ابني ما حسب بيطلع حلو لا ما بيطلع مضبوط يلا الحين بنسوي شو بعد يلا دور مين الحين دور الشوكولاتة يلا دور احتاج ملعقة يلا شوفوا عبودي شوفوا دانا تقدرين تساعدينا اقدر لا لا ما تحتاج مساعدة يا عبودي لا شوفوا كيف بدأ يجمد يا ماما شوف كيف بدا يجمد اي ما شاء الله ما شاء الله اي والله بدا يجمد شوف شوف كيف بدا يتجمد في الصيف احلى شيء والله اشوف اهم شيء فتت مانجا لذيذ لذيذ ها بيرفكت عبودي شو رايك لحظه دولي ما شاء الله ما شاء الله على عبودي انت قلت لي انك خبير شو خبير شو اجرب والله لذيذ دولي بارد يسرسح الحين دور سيف لحظة لحظة يا سيف لحظة خلينا ننظف هذا أول شيء يلا سيف حط سيف حط فانيليا بس بس بس, بس, بس. يلا يلا, يلا. ما شاء الله على سيف يلا كذا ها عبودي سيف كيف بشروني والله زين يبغى شوية تزيين هذا تزيين؟ أحط لك شلاطة لا لا بعد ما نخلص يلا بعد ما تخلص أنا نسيت أزين حقي يلا عبودي ايوه ما شاء الله عبودي هو اللي ماسك مواضيع الطبخ اليوم ها سيف ايش رايك في الايس كريم حلوه اشوف اشوف عندي فكره كيف طيب انا وعده الخلافات قاعده تزيد الخلافات تزيد بين الرؤوس الكبرى هنا ما طال ولدي ضاع ولدي صح اقول لك عشان تعرفين ما جود شوف يدي كيف ما شاء الله ما شاء الله شوف العضلات ما شاء الله وش لا شوف كيف توسخت اوه توسخت يعني واه يا سي عبودي كله هذا عشاننا كله عشاننا ايوه قاعد اسوي مشروع لا جزاك الله خير والله انك تسوي كل شيء عشاننا قاعد اجيب له هذا واحطه ازينه بس ايش رايك ايش رايك في الاجواء يعني يلا حلو مره عجبني خمسة من عشرة خمسة من عشرة قلت
عبودي شو قاعد تسوي؟ قاعدة اتمرن بعطيكم اسم حسابي. حسابك في ايش؟ في روبلوكس عشان اللي يلعب روبلوكس معاي يدخل. طيب اوكي. طيب انت عادي تقبل اي احد يعني ولا كيف؟ اقبل اي احد. بس مش انه خطر ان الواحد يقبل احد ويلعب معاه وما يعرفه؟ اوكي. شوفوا كيف الحين انا بدور طريقه عشان اقدر اخليهم ينشغلون ويطلعون من هذه الاجهزه ونبدا نلعب مع بعض. مش عاجبني قعدتكم على التليفون والايباد، مش عاجبتني. يلا نلعب بعد، قاعدين ضفيانين. يلا نلعب مع بعض. ثانية. يلا نلعب. أسوي لا. يلا جاهزين؟ جاهزين. الحين بنلعب هذه اللعبة، يوم أقول اللون تنطون عند اللون. أوكي؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. أزرق. أزرق. أصفر. أخضر. أخضر. أصفر. أصفر. أزرق. عبيد خسر. يلا تعالي عبيد هنا وقف برا. يلا خليك الحكم هنا، تعال بجنبي، تعال بجنبي. أوكي أنا بقول. يلا أنت قول. أزرق. أزرق. يلا يلا سيف، انت بتقول ولا تبى تلعب؟ ابى اقول. يلا تعال وقف هنا. ازرق. اصفر. اخضر. ازرق. اوف كيف يروحون. اصفر. اخضر. أصفر. أزرق. أصفر. أخضر. أزرق. أصفر. أزرق. طيب يلا قول بسرعة بسرعة بسرعة. قولهم. أصفر. أخضر. أقول أخضر. أصفر. بنت خسر. دانا اللي فازت مرة ثانية. واو يا جماعة واو. شوف دخل من داخل. شوف هاي طلع رد برد. سبرينكل. بعد. إيه. شوفوا شوفوا. مع وين بانكيك؟ هذا البانكيك. أنا حقي فرافيل غاز البنات. أنا اللي كنت تقولونه وينه؟ هذا صدقني هذا. لكن بان كبير. لا مش كبير والله صغير كان مينيز. كيف كيف يا دانا؟ مش كبير. يسرسح. يسرسح. مين؟ سيف لا تسوي الحركات، خلينا نصور. الحين خلصنا أكل عشاء. والعيال اشتروا شو؟ جريب فروتس، يبون يجربونه، فالحين أول مرة في حياتهم يجربونه، نشوف ردة فعل. لا نشوف سيف، ردة فعل سيف، يلا. يلا سيف. حلوة. متأكد؟ ليه؟ متأكد؟ ليه؟ حلوة. كيف؟ أوكي عنده. جرب مرة ثانية. الحين دور عبيد ودانا، يلا كل واحد فيهم بعطيه واحدة. يلا قولوا بسم الله. يلا قولوا بسم الله. يلا حلوة؟ حلوة. متأكدين؟ متأكدين. يلا كمل.
باكل. كلوها كاملة يلا. يلا ذوقي. يلا كلها كاملة. ذوقي. لا أنا أعرف طعمها. ذوقها. ذوقوا 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 يا متابعين. في شوية مر يعني شوية مر. ها عجبكم؟ أي والله. طعمه زي البرتقال. يكون هذه طعمها حلو ولا ما أدري. لحظة خلوني أجرب. والله أنا بديت أشك صراحة. هي طعمها حلو هذه. هذه طعم هذه طعمها حلو على فكرة. هذه كثير حلوة صراحة تعتبر يعني. ما ضبطت الشغلة. أبدا ما ضبطت. صراحة محظوظين محظوظين لأن طعمها طلع لذيذ. ضبطت الجولة. صدق طلعت لذيذة. ضبطت الجولة. ضبطت. مامي يا طعيم.